عاجل جديدة في عدن والكشف عن قائدها ومهامها. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. تزامنا مع الذكرى السابعة لتحرير عدن نجدها فرصة للتعريف بقوات العمالقة الجديدة. قوات العمالقة الجديدة ودور قائدها الشيخ المضربي في تحرير عدن. أوضح المكتب الإعلامي لقوات العمالقة الجديدة، هذه القوات التي يقودها الشيخ بشير المضربي الصبيحي تشكلت بالتنسيق مع مختلف القوى السياسية والعسكرية تحت قيادة التحالف العربي. ونفى المكتب تبعية هذه القوات سواء لألوية اليمن السعيد في مأرب أو ألوية المغاوير مقرها المخا، مؤكدا أنها قوات مستقلة عن تلك القوتين وتحت قيادة سلفية موثوقة وتاريخها معروف لدى الجميع بسلامة المنهج وحسن القصد. وفي مثل هذه الأيام تكلل النصر العظيم بتحرير مدينة عدن والذي كان أحد أبطالها القائد الشيخ بشير المضربي. وكان قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن العمري أشاد في حوار مع صحيفة الأمناء بدور قوات الشيخ بشير المضرب الصبيحي في تحرير منطقة عمران غربي عدن ومشاركته الفاعلة في تحرير مدينة عدن من الحوثيين عام 2015. وأضاف العمري: كان الفقيد القائد عبد الله الصبيحي قائدا لجبهة كريتر فاستعصى اقتحامها من قبل قوات المقاومة الجنوبية، وبذلك تم تعزيزهم من الشيخ القائد بشير المضربي بقوات قوامها 2000 فرد اقتحمت المدينة وسيطرت على معاشيق، كما أسهم في توحيد فصائل المقاومة وترتيب الجيش في الاتفاق التاريخي بين المقاومة والجيش الوطني للاندماج والذي تم في صباح يوم 24 من الشهر الثامن عام 2015. وفي بيان صادر عن اللقاء الذي عقد بقاعة فلسطين عدن، تم اختيار عدد من أسماء قيادات المقاومة لبحث آلية الدمج مع قوات الجيش، حيث كانت الأسماء كالتالي: القائد عيدروس قاسم الزبيدي، القائد عمر سعيد الصبيحي، القائد أحمد مثنى الردفاني، القائد أحمد عبد الله نعمان، القائد الشيخ بشير المضربي، القائد عبد العزيز العقربي، القائد جلال صالح القاضي، والقائد محمد أحمد مقدح، والقائد سليمان ناصر الزامكي، والقائد عبد الكريم قاسم فرج، والقائد أحمد إدريسي، والقائد نبيل المشوشي، والشيخ هاني بن بريك. ومن جانب الجيش الوطني تم اختيار الأسماء التالية: اللواء أحمد سيف اليافعي، العميد فضل حسن الردفاني، والعميد خالد النسي، العميد عبد الله الصبيحي، العميد فضل باعش، والعميد عمر عبيد، واللواء عبد الفتاح العود، والعميد سالم سابع. ويذكر هاني الزبيدي مدير عام لبريك الأسبق أن مجموعة بشير المضربي كان لها الدور الأبرز في دعم وانتصار عدن، وهو ما كان يعرف بإمبراطور المقاومة، وهو من شكل أول قوة للجيش بقيادة فضل حسن.